وها هي الجمعة الأخيرة من رمضان في نهايتها، ليبدأ المواطنون اليوم بالتحضير لعيد الفطر، لتبدأ السكاكر والحلوى بتزيين شوارع مدينة رام الله، إضافة إلى محلات الملابس والتمور. والله الأوضاع ميتة السنة، الأسواق تعبانة كثير، وضع الناس تعبان، وضع البلد فيش رواتب، فيش حركة عندنا في البلد، أول مرة بمر علينا عيد زي هذا العيد السنة. الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي عنوان كل مقابلة نجريها، فكل عيد يأتي يكون أسوأ مما سبقه حسب ما يقول التجار، ولتكون التصاريح التي وافقت إسرائيل على إعطائها للفلسطينيين في شهر رمضان ضربة موجعة للاقتصاد الفلسطيني برمته، بعد توجه الفلسطينيين للشراء من الأراضي المحتلة. التاجر اللي بحط له 20-30 ألف شيكل بضاعة ببيعش منهم ب2000 على عيد، يعني شو بده يكون يعني مثلا، يعني هذا كيف بده ينجح وكيف بده يعيش؟ يعني طالما إسرائيل فتحت أبوابها للمسلمين في رمضان وكل سلاحهم ومشترياتهم وملابسهم وكذا من إسرائيل، كيف تجارنا هنا بدها يعني تنجح أو كيف بدها تبيع أو كيف بدها تعيش؟ بالأسابيع اللي فاتت يعني كان شوي غير المتوقع، يعني كنا متوقعين إنه أفضل من هيك، يعني عشان طلعوا شوية تصريح أثرت علينا. هلا إن شاء الله يعني الأسبوع هذا الآخر 4-5 أيام نتأمل خير، إنه ممكن الرواتب تنزل تشجع السوق شوي، ممكن يعني الناس نزلت وشافت إنه جوا بإسرائيل مش كتير الأسعار مناسبة. ولا يقف الوضع الاقتصادي عند تكاليف شهر رمضان المبارك والتحضيرات للعيد، لكن التجهيزات المدرسية قد بدأت أيضا مع اقتراب العام الدراسي الجديد لتشكل عبئا ثقيلا من جديد للمواطن محدود الراتب والدخل. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.